الدكتورة ليلى محرابي اللي هي مدير مكتب خدمات الصحة العامة، أوجه لها تحية. الدكتورة ليلى هم من الجنود المجهولين عندنا في الإدارة. أبلغتني بعنوان شخص خليجي ما كان يرد على تليفونه، وأنه لازم ناخذه بالإسعاف إلى مستشفى جابر بكل سرية. طبعا أنا فهمت الموضوع من الاتصال، لأنه كان توهم جايبين طائرة الإجلاء، وعلى فكرة طائرات الإجلاء هم تكون تحت يعني إدارتنا. يعني أول طيارة إجلاء طلعت من إيران للكويت بوجود دكتور عبد الله بهبهاني من الصحة الوقائية منطقة حولي، هو اللي كان مترأس فريق الطبي اللي راح يابو المرضى من إيران. أذكرها، أذكرها بس ما عندي الأسماء. برافو، مشكور أنك ذكرت أسماءهم. الله يسلمك. وكان لازم ناخذه بالإسعاف حق مستشفى جابر. طبعا أنا فهمت الموضوع لأن الموضوع سري، وكان تو أول حالة ما ذكرت ولا حالة بالإعلام أي إن عندنا. فعلى طول رحت وتوجهت حق المنطقة اللي كان كاتبها بالعنوان، لكن تفاجأ أن العنوان غير صحيح وأن التليفون ما قاعد يرد. وهني عاد برزت الحاجة أن إحنا لازم نكون على تواصل دائم مع جهاز أمن الدولة وجهاز الشتمونة المباحث الجنائية مثلا، المباحث الجنائية. اي نعم. طيب فكان متابع معي اول باول تفاصيل الحالة، هم بعد الدكتور مصطفى رضا بهبهاني وكيل وزارة الصحة. لانه كان وياي على الخط يعرف الحالة اول باول. وهم اودي اشكر بعد العقيد عمار ثابت المهنة، هو كان هو من إدارة عمليات الإدارة العامة المباحث الجنائية، ولا زال لليوم هذا كان هذا ذلل كل الصعوبات اللي تواجهنا حق ان احنا نحصر المخالطين. بعض المخالطين ما نحصل اماكنهم، عناوينهم مو صحيحة، كان يطلع لنا احداثياتهم اول باول، وكان يسندنا بقوات من المباحث لين ما نوصل لهم وناخذهم ونفحصهم ونتأكد انهم ملتزمين بالحجر المنزلي. جزاه الله خير العقيد عمار، والله وحدة بالليل 6 الفير 5 العصر ما عمري دقيت عليه وما رد علي، يرد علي ويساندني ولين ما نخلص الموضوع ويكون على تواصل معي على طول من أول ما بدأت المشكلة.